بفارق متقارب، أظهرت أرقام وزارة الداخلية الفرنسية تقدم مرشح الوسط إيمانويل ماكرون على مرشحة اليمين المتطرف ماريا لوبان في الانتخابات الفرنسية. يتصدر المرشحان من بين 11 مرشحا الجولة الأولى على أن يخوض جولة الإعادة مطلع مايو المقبل. بفارق متقارب لا يتجاوز 2%، تصدر مرشح الوسط إيمانويل ماكرون الدورة الأولى للانتخابات الفرنسية على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، ليخوض الاثنان من بين 11 مرشحا تنافسوا في الجولة الأولى جولة الإعادة مطلع مايو المقبل. تقارب الأرقام بين المتنافسين أشعل جولة الإعادة قبل بدئها رسميا، ولم تترك استطلاعات الرأي الفرصة للتكهنات، إذ أظهر استطلاعان أجرتهما مؤسسة هاريس انتراكتيف وإبسس أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون هو الأقرب للفوز بالجولة الثانية بنسبة تتراوح بين 62% إلى 64%. هذا الشعور العميق القديم الذي يحمله شعبنا دائما بروح جماعية بعيدا عن الانقسامات، هذا الشعور هو الذي انتصر اليوم. لن أنسى أبدا الرغبة الشديدة والقوة الكبيرة والطاقة التي حملها الآلاف منكم للوصول إلى هذه اللحظة منذ سنة من الزمان، وفي جميع الأراضي الفرنسية شاركتم في هذا المصير الوطني. النتيجة تاريخية، إنها تضع على عاتقي مسؤولية كبيرة للدفاع عن الأمة الفرنسية، عن وحدتها وثقافتها وأمنها ورخائها واستقلالها. المؤشرات الأولية تشير إلى صعوبة جولة الإعادة بالنسبة لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، إذ طالب رئيس الحكومة الفرنسية ووزير الخارجية جموع الفرنسيين بالتصويت على اختيار ماكرون، وهو نفس ما ذهب إليه بعض المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى. لابد لنا من اختيار الأفضل لبلادنا، أنا لا أقوم بذلك بطيب خاطر، إلا أن الامتناع ليس من شيمي، خصوصا عندما يقترب حزب متطرف من السلطة، لأن التطرف لا يمكن إلا أن يحمل الشؤم والفرقة إلى فرنسا. لا يوجد خيار بديل عن التصويت ضد اليمين المتطرف، وأنا سأقترع لصالح إيمانويل ماكرون. جولة حاسمة في 7 مايو المقبل تحدد ساكن الإليزي الجديد الذي سيواجه عددا من التحديات، أبرزها علاقة فرنسا بالاتحاد الأوروبي وملف الهجرة والبطالة.